السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة في الكهرباء في حلقة جديدة من كيفية توصيل جهاز الميتري. إذا هذا هو الميتري الذي سنعمل عليه، ولدينا هذا السلكتور الخاص بهذه الأرقام، لدينا رقم 3 ورقم 4. إن كنت سأشتغل على 3 مصابيح سأقوم بتوجيه رقم 3، وإن كنت سأشتغل على 4 مصابيح سأقوم بتوجيه ناحية رقم 4. إذا هذه هي واجهة الجهاز الذي سنعمل عليه، وهذا هو الرسم البياني لتوصيل كل سلك في مكانه، يعني أي منيتري تجد أخي المشاهد لديه توصيلة في جانب المنيتري أو في فوقها على هذا الشكل. وكذلك لدينا هذا اللوتون الخاص بالوقت من دقيقة إلى 7 دقائق، وهذا الزر الصغير للتحكم في المصابيح مباشرة أو عن طريق بوتون بلوس وار. إذا سنتركه على ناحية البوتون بلوس وار، وكذلك هذا هو الرسم. لدينا 3 بوتونات أو 3 بوتونات بلوس وار، أو يعني المفاتيح الخاصة بالجرس، يعني نستعملها عدة استعمالات. وكذلك لدينا 3 دبيات بطرفي من السلك و3 مصابيح، ويعني سلك عادي من نوع انسان لنقوم بتوصيل هذه البطونات بهذه الطريقة. سأقوم يعني تسريحها جيدا لأريكم طريقة ربط البطون بطريقة مختصرة بدون يعني حاجة إلى كثرة الأسلاك. لن أقوم بتوصيل يعني كل بلوسوار بمفرده، بس سأقوم بتوصيلهم يعني 3 بهذه الطريقة، طريقة بسيطة بما أننا فقط في يعني عمل تجريبي. لاحظوا سأقوم بتعريض هذا السلك من هذا الطرف على هذا القياس، وكذلك سأقوم بتعريضه من هذه الناحية كذلك أو تقشيره. هذه الطريقة طريقة ستعجبكم إخواني المشاهدين، لأن لن تحتاج منا كثرة الأسلاك. سأقوم بتحديد الأمام قليلا هكذا، وكذلك مع السلك النوتر. إن كنت سأعمل على 3 مصابيح فأحتاج يعني لتوصيل البطون بالنوتر، وإن كان لدي 4 مصابيح فسأعمل على توصيلها بالفاز. هكذا نعم، هكذا سأخذ كل من هذا المكان وأقوم بالضغط عليه بمفك البلاغي أو التورنيبيت. ودائما سأختصر الوقت في تصغير هذا الكابل اختصارا للوقت بهذه الطريقة. كذلك مع السلك الثاني، مع البطون الثاني قمت بتوصيله، لاحظوا بدون أن يعني أن ينقطع السلك يذهب مباشرة من بطون إلى بطون. أما هذا السلك الرقيق باللون الأحمر فهو خاص باللونسي الخاص بإضاءة البطون بلوسوار. إن أردت تشغيله وسأقوم بتشغيله سأقوم بتوصيله، وإن لم أريد فلك الاختيار أخي الكريم. فهذه فقط مرحلة تجريبية، لاحظوا كذلك قمت بتوصيل السلك الرجل الخاص بهذا ب3 بطون بلوسوار، يعني بدون حاجة إلى استعمال 3 قطع من كل يعني بطون نقوم بأخذ قطعتين، فقط نقوم بتوصيله بهذه الطريقة وتنفي بغرض. لاحظوا طريقة بسيطة. سننتقل الآن إلى الاشتغال على المينيتري. سنبدأ على بركة الله بالرجل الخاص بهذه البطونات. لدينا 3 بطونات سنقوم بتوصيله لرقم 4. لاحظوا ستجد أخي الكريم رقم مكتوب على جانب هذا الجهاز، يعني لكل مينيتري رسم بياني خاص بها، دائما إما تجده في هذا المكان أو تجده في جانب المينيتري. إذا قمنا بتوصيل البوتون برقم 4،
سأقوم بسحب هذا قليلا ولن أقوم بقطعه، بل سأقوم بتوصيله من النتر الخاص في الجهاز المينيتري حتى لا يعني يكون لدي كثرة الأسلاك داخل الجنكتور الصغير الذي سيقوم بتوصيل الكهرباء إلى هذا الجهاز. يعني لن أقوم بقطعه ثم استخراج قطعة أخرى، بل سأقوم بتوصيله بهذه الطريقة لأقوم يعني بتوصيل في نفس الوقت البطون مع جهاز المينيتري هكذا في مكان النتر. ستجد مكتوب عليها حرف N، ومن ثم سأقوم بتمريره إلى الجنكتور أو إلى البورت فيزيبل أو الدبل هكذا. في مكان النذر. إذن انتهينا من البطونات. لاحظوا قمت بتوصيله في المكان المخصص له النذر. سأنتقل الآن إلى طريقة ربط المصباح بالجهاز. بما أنه لدي ثلاثة، يعني تعمدت في أن أقوم بتوصيل ثلاثة مصابيح لأظهر لكم إخواني المشاهدين كيف يعمل ثلاثة مصابيح. إن كان لديك مثلا منزل به ثلاثة طوابق وثلاثة سلالم أيضا، وكيفية توصيل هذه المصابيح مع بعضها البعض هكذا. يعني تجد في كل سلم مصباح أو اثنان من المصابيح داخل البيت. سننتقل الآن إلى المينيتري لنقوم بإدخال هذا الرتر الخاص بالمصابيح وفي الرقم 3. أتمنى أن أتمكن في توصيل الفكرة جيدا إخواني المشاهدين. هكذا قمت بربط هذه الثلاثة أسلاك مع بعضها البعض ثم أدخلتها في رقم 3، وكذلك قمت بتوصيل النوتر مع النوتر في الجنكتور. لاحظوا يعني لدينا أربعة نوترات داخل هذا البورن. بقي لنا طرف واحد وهو الفاز، سنقوم بتوصيله أو السلك الحار بالجنكتور ثم ننتقل إلى إدخاله في مكانه داخل المينيتري هكذا طريقة بسيطة. وقمت بإدخاله في رقم L، ستجد مكتوب عليها رقم L أو B. هكذا. سننتقل إلى تركيب المصابيح في مكانها هكذا. إذا انتهينا من توصيل الأسلاك إخواني الكرام. سنقوم بعمل تيست للفاز، هل فعلا يعمل الفاز؟ إذا وجدنا الفاز بأنه تم تمريره. سننتقل إلى مراجعة بسيطة. لاحظوا وهذا هو الرسم البياني الخاص بهذا الجهاز يظهر أمامكم في هذه الصورة. إذا قمنا بتوصيل الرتر إلى رقم 4، وكذلك قمنا بتوصيل النوتر إلى النوتر داخل الجهاز المينيتري، ثم قمنا بتوصيله في نفس الوقت إلى الجنكتور، وكذلك قمنا بتوصيل النوترات إلى كل مصباح. لاحظوا وبقي رتر خاص بهذه هذا المصباح، قمنا بإدخاله في رقم 4. الطريقة بسيطة جدا إخواني المشاهدين، وأتمنى أن ينال هذا الشرح إعجابكم ورضاكم. إذا بعدما قمنا أخي المشاهد بتوصيل جميع الأسلاك في مكانها الصحيح، بقي لنا هو الضغط على الجنكتور لتوصيل الجهاز بالكهرباء. لاحظوا يعمل بشكل جيد، وكذلك سنقوم بالضغط على بطن الأسوار ونحصل على هذه النتيجة المرضية إخواني المشاهدين وبدون أي مشاكل، والكل يعمل كما أننا قمنا بتوصيل يعني ثلاثة بطولات في آن واحد مع ثلاثة مصابيح في آن واحد. ليريكم الشكل الذي يعمل عليه السلم داخل المنزل إخواني الكرام أو الدرج الخاص بكل منزل. إذا هذا هو الشكل النهائي إخواني المشاهدين. كما أدعوك أخي المشاهد لزيارة قناة، ستجد رابط القناة أخي المشاهد في أسفل الفيديو لمن أراد الاطلاع عليها. فهناك العديد في من الفيديوهات في مجال الكهرباء من تركيب الأنتركونات وكل ما يلزم في مجال الكهرباء المنزلية. وإلى هنا إخواني المشاهدين نأتي على نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.